الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد في أسئلة إن شاء الله نمر عليها سريع. السائل بيقول: لماذا تتحدثون عن محمد حسين يعقوب ومحمد حسان؟ أقصد ما خطأهم. ذيلا الاثنين من دعاة السوء. الاثنين انت قد تشوفه عنده لحية بتشبه لحية أهل السنة وكذا، لكن ديل من دعاة السوء ومن دعاة الفتنة. والفتنة اللي وقعت في مصر من الخروج على الحاكم والفساد والشر وذهاب الأنفس والأموال والدماء التي أزهقت في مصر كان من سببها هؤلاء الدعاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج. انت قال خوارج ديل منو؟ ياهون ديل ذاتهم، ديل هم الخوارج. لأنه في النهاية الإنسان يثير العام على الحاكم ويخرج عليه ويفسد في الأرض، ده صنع الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج على أميره قيد شبر أو قيد شبر فمات فميتة جاهلية. في ناس بتخيلوا إنه الموضوع ده عبارة عن أحاديث بيجيبوها علماء السلطان، يقول لك دي أحاديث بتاعت العلماء بتاعت الحكومة وديل في النهاية داري توددوا. يا زول شوف، إحنا بنديك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا عندنا علاقة مع دفاع عن حاكم ولا ضد حاكم، إنما بنقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ديل دعاة بتاع فتنة، مين حسان ويعقوب والسويدان والقرضاوي والعريفي، كلهم ديل دعاة بتاع فتنة وفساد، وما دعاة بتاع عقيدة. محمد حسان ده في مصر، مصر هناك فيها الدسوقي وفيها قبر البدوي، دي مزارات بتاع الشرك ضخمة جدا مشهورة عالميا. قبر البدوي يحج له هناك آلاف من البشر، والدسوقي والسيدة زينب. أصل محمد حسان والجماعة المعاو لو دعاة بتاع خير مفترض يحاربوا الشرك ده أول حاجة. وهذا يقول لك الطغاة والحكام. يا ذال في رسول من الرسل جاء في دعوة وبدأ بحكام كذا الديني رسول، والدعوة دي نحن تبع للرسل ولا تبع للجماعة ديل؟ مش للرسل. ما في رسول من الرسل جاء لقومه قال لهم نحن لابد نشيل الحكومة دي ونجيب حكومة تانية، ما في دعوة زي دي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليه؟ أن اعبدوا الله. عندي هنا العلماء قالوا هي أن التفسيرية تفسر لك دعوة الرسل أن اعبدوا الله، يعني للبشر ديل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطواغيط زي القبور اللي بيعبدوها السدي، كلها طواغيط. برعي صايم ديما، فهمت؟ كباشي دسوقي، كلهم ديل عبارة عن طواغيط يعبدون من دون الله. فهمت الكلام ده؟ وين محمد حسان من الشغل له؟ ديل دعاة فهمت دايرين في النهاية يجذبوا أنظار الناس لهم ويجمعوا حوالينهم الناس. هنا قبور، مفيش قبور. ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟ قال علي رضوان الله عليه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ عن القبر، يجي شاب من شبابنا الصغارين يطلع يسأل اخ من اخواننا الافاضل، يقول له معقول ممكن في ناس كده لازالوا موجودين يروح يسألوا الراجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب ايش يعني القبر والناس؟ ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي ان تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لك لا علاقة لا وجود له في واقعك انت اصلا كداعية. يبقى لابد يا اخوة من ان يتزود الداعية بهذه الثقافة وبهذا الذات. لا، قال ما تتكلم عن شرك القبور، ده احمد حسان. طيب اتكلم في شنو يعني؟
اتكلم في شنو؟ في انتوا شايفين لكم منكر ربنا اتكلم عنه في القران اعظم من الشرك الموجود الان في الامه، اكبر منكر. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الله ما بيغفره. الان الامه الشرك اللي فيها شويه مصر، خليها السودان ده ترى احنا عارفينه كويس، بيجاي الشكيني بدي في الجزيره هنا، فهمت؟ ده مقر بتاع الشرك ما تتخيله انت ذاته، فيه الاف من السوائم قاعدين جوا هناك. تمشي بجاي الزريبه بتاعت البرعي في كردفان، امشي الشماليه بجاي ناس كدباس، امشي هناك ناس حسنه بجلابيه في كسلة، مقرات بتاع الشرك مقرات، فهمت؟ والله الشرك اصناف، الدائر يتبس بالاصناف بالانواع. شرك في موضوع الجنه، علم الغيب، دعاء غير الله، تتمسح بالقبر، تسيف تراب، اشياء كله فيه، كله ده. السودان مصر ده بالمناسبه اللي بتصدر لنا التصوف. التصوف ده كثير منه جا من مصر، انت جا من وين؟ كثير منه جا من مصر. طبقات الشعراني اكبر كتاب واسوأ كتاب قابلني للصوفيه ده الشعراني مصري، والاولياء اتكلم عنهم كثير منهم مصريين، فهمت؟ اتكلم عن كثير من الاولياء بتاعنا الصوفيه جوا، والله الكلام ده تقراه وتتيقن تماما انه التصوف ده ما عنده علاقه مع الكتاب والسنه. يا اخي قال من الاولياء، اديك واحد من الاولياء بتاعنا الشعراني ديل، قال محمد حسان ما تتكلموا عنهم، قال ما فيش قبور، قال ما في مصر يا احمد حسان انت بتخاف الله؟ ما فيش قبور في مصر؟ ما في. طيب الشعراني ده انت قالوا بنجلاديش، شعراني ده شنو؟ ده مصري شعراني سماني، تابع للطريقة السمانية، بيتكلم عن ولي قال من أولياء الله اسمه قال محمد الحضري رضي الله عنه. كده تعشف رضي الله عنه ده عمل شنو؟ محمد الحضري قال أخبرني، ده كان عنده رواية وقال قال نفس البخاري، قال أخبرني أبو الفضل السرسي، فهمت؟ بس أخواننا ده ما شاء الله جاهزين أي حاجة دايرة بمرقوها لك. شغلة دي ما دي شغلتنا نحن، دي ما حرب، دي حرب ضد الضلال. شوف دعوتنا دي حرب ضد الضلال، وأي زول بيخش حرب ضد الضلال لابد يكون جاهز. أنت الحرب دي بتخش يا ساي تكون جاهز بالأسلحة بتاعتك، ونحن أسلحتنا نظامنا كده، بنجيب لك الكتاب بتاعك الضلال في كتبك أنت كصوفي ولا غيره، بنجيب لك الضلال من كتبك، فهمتني؟ ونقد الضلال ده بالكتاب والسنة. هسه أنا بقرا لك الكلام ده وبنقد لك من الكتاب والسنة. قال أخبرني أبو الفضل السرسي أنه يعني محمد الحضري ده ولي صالح، قال جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة، قول أخطب ليلة الجمعة يعني، قال فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه. لحد هنا مش كويس؟ ما في مشكلة لحد هنا. طيب قال ومجده، ما في مشكلة. ثم قال وأشهدوا أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. رأيك شنو في الكلام ده؟ لا إله لكم إلا إبليس، يعني هسه لو جبت لك ولد عمره 3 سنوات قلت له رأيك شنو في الكلام ده؟ ده الكتاب ده مع المطبعة، قال المطبعة الفجر الجديد، فجر جديد فجر قديم ما بهمنا نحن، في النهاية ده ضلال، ضلال كبير. قال لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر، الناس القاعدين في الجامع ناس فاهمين، قالوا كفر الزول ده وكلامه صح، ده كفر زول. شهادة التوحيد شنو هي؟ مش لا إله إلا الله؟ زول يقول لا إله لكم إلا إبليس، ده مسلم بشنو تاني ده؟ كفر مرج برا. ناس الجامع ديل مشكورين، شكرا لناس الجامع اللي قالوا ده كافر. قال فسل السيف، يا ناس ده تخيل معي بعد ما كافر شايل لي سيف، انت تعال الجمعه بتجيب يا سيف، انت اصلك امام جامع ولا رباطي طالع الجمعه بسيف لقى وين ذاته؟ بسيف. وقال فسل السيف، قال فخرج الناس كلهم من الجامعه، الناس مرقوا خلونا الجامع. قال فجلس عند المنبر
إلى آذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. أصل ده مش رباطي؟ ده إمام بتاع جامع؟ ده ولي صالح ولا ده زول رباطي؟ فهمت كلامي؟ أعرف تماما إنه التصوف اللي بيتكلم إنه محمد حسان قال ما فيش قبور وما تتكلم عن الحاجات دي، أعرف تماما إنه ده داعية بتاع سوء محمد حسان ولا غيره. عشان كده إحنا ناس صريحين في دعوتنا دي. شفت دعوتنا دي؟ ما عندنا فيها مجاملات. ما تقول لي آه يا مولانا ده ما زول عنده دقن وما ده زول بيقول قال الله وقال الرسول. آي صحيح، قال الله وقال الرسول ما فيها مشكلة، لكن المشكلة في فهمه. مشكلة في فهمه. وما أي زول قال لك قال الله قال الرسول معناه فهمه صحيح. ما معناه فهمه صحيح. أسأل لما بديك صوفي يقول لك شوف نحن أوليانا ديل بيعملوا أي حاجة، بيعملوا أي شيء. تقول لها هذا دليلك شنو؟ لك عندي دليل ولا أنا؟ عندي دليل. الناس بتخيلوا إنه عندي دليل معناه صح. يقول لك قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. بالله ده دليلك؟ الآية صحيحة، لكن الآية هل بتتكلم عن الصوفية بتاعينك دي؟ أول حاجة. اثنين، هل الآية بتتكلم عن الدنيا؟ الآية دي في الجنة، الجنة ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم، ده في الجنة هناك. فهمت؟ ما لهم ما يشاءون هنا في الدنيا. لا لا لا، الدنيا دي ما لهم ما يشاءون ولا أي حاجة. وبعدين دي بتتكلم عن الأولياء بجد، مش ديل. ديل لا في الدنيا لا في الآخرة ما عندهم شيء، مش أولياء الضلال. أي ولي بتاع ضلال ولي بتاع شيطان ده لا في الدنيا عنده ولا في الآخرة عنده. في الدنيا عنده إيش ناسه؟ هو بيجي بيشحت فيك زي اللطة حامد الصوف البياي ده بيجي يوم الخميس أول ما ينتهي من حلقته يقول لهم طبعا إحنا الأولياء ديل بيعملوا أي حاجة. ولا بدوك جنا بدوك الرزق وبدوك لما ننتهي من الحلقه حقته يفرشون المصلايا خد 5000 يا دار. انت ما قلت له ولي بده ما يدوك انت ده؟ خلي يدوك انت ده تشبع في خشمك ده تاني ما تجي تشحت هنا قدام الناس. وذاته شحاد ودار ياكل من حق الناس. فهمت؟ ويجي يقول لهم لو ولي بده اي حاجه كذاب. فهمت كلامي؟ عشان كده ما تتغشى باي زول عنده دقن. ما تتغشى. نحن عندنا عندك دقن دي سنة من السنن تمام، لكن لسه بنفتشك زيادة. فتشك لسه. أقول لك بقول قال الله وقال الرسول تمام، قال الله وقال الرسول تمام، لكن لسه بنفتشك برضو. قال الله وقال الرسول لا بد تكون بفهم صحيح، ما بمزاجك، ما بمزاجك. ساي صوفي يجي يشيل آية من القرآن يفهمها غلط ويضيع عقيدة الناس. يجي هناك أخو مسلم ياخد آية ولا حديث من السنة يفهم غلط يضيع الأمة كلها. ما على كيفك يا أخي، ما على كيفك تفهم بمزاجك. فهمت؟ تفهم بنظرياتك أنت. القرآن والسنة بفهم الصحابة. ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. البلد أنا عارفة كلها جايطة. خليك من دابة صوفي بكورك بجاي. فهمت؟ تجاني بكورك بهناك، أخو مسلم بكورك، أنصار سنة ذاتهم ممكن يكورك. حلقاتنا دي بتضرب يمين شمال زي منشار الحديد، ماشي بياكل جاي راجع بياكل كلهم. فهمت؟ صار السنة هسه ما انبطحوا في الوطة، انبطحوا للصوفية عديل في الوطة دي. فهمت؟ انبطحوا للصوفية دي قال بتاع رئيس انصار السنة. عشان انا اوريك الشغلة كلها وانت تكفر بأي جماعة موجودة في الساحة الان كلها لابد تكفر بها. والدعوة الحق القرآن السنة فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ده الدين الحق. ما في جماعات. فهمت؟ ما في طوائف، ما في فرق، كلها دي فرق ضالة. الجماعة جماعة واحدة بس على الكتاب والسنة. أنصار السنة انبطحوا للصوفية عديل انبطحوا. قال في المولد، المولد قرب جايك، المولد قرب. قال يا المولد ده رئيس أنصار السنة قال نحن نمشي للصوفية نتكلم في حلقتهم والصوفية يجي يتكلموا في حلقتنا. قال وبيننا علاقات حميمة. تبا ليك ولحميمة بتاعتك ذاتك. حمى تهراك وتهر أنصار السنة كلهم اللي بيوافقوك على الكلام ده. ده كلام فارغ يا أخ. يا ناس هوي العداء بين التوحيد وبين الشرك باق إلى يوم القيامة. العداء بين الموحدين وبين المشركين باق إلى يوم القيامة. ربنا قال لقد كان لكم
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تقول ليت داري عقيدة من غير ولاء وبراء، ما درت عادي أهل الشرك والضلال. الصوفية متخيل صار السنة دايرين الصوفية يجي والخيمة بتاعتهم والواحد يجي ملفح بيشالوا الأخدر وشايل له سبحة وداكلها بالسنة الدارة السوداء زي كارلوس فهمت، ويجي البتلة كده جوا الخيمة بتاعتهم صار السنة ويجي يقول لهم سيدي رسول الله قال وكذابه فهمت، وأبونا الشيخ طار وركى ومرك وراح برا وقال يا زول ده جوا خيمة صار السنة. أما دي قلة أدب فارغة، أما دي مهزلة بالدعوة. عشان كده أنا بكلمك تكفر بكل الجماعات دي وأي شيخ قال ديك الحقيقة، أي شيخ الآن لافي في الساحة يقول لك أنا أدعوك تنتمي لجماعة فلان غسل يدك منه وفوت طوالي فوت، ده غشاك غشاك. بس أي زول داري يعلمك دين يقول لك الله قال كده، الرسول قال كده، الصحابة والسلف قالوا كده، ده الدين اللي احنا بنعرفه. لكن لقطوها انا كلها ملاه جماعات والفرقة الفلانية والطائفة الفلانية وجماعتنا وإن هذه الجماعة، كله كلام فارغ. ربنا قال في سورة الروم أقرأ القرآن وتعلم منه، سورة الروم ربنا قال ولا منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إحنا دعوتنا لك دعوة واضحة، دعوة تكون على الكتاب والسنة، ما في فرق ما في جماعات ما في طوائف. تصوف ده كله ضلال من فوق لتحت كله ضلال. يقدر صوفي ناظرنا في الموضوع ده كله ضلال التصوف. جيب محمد منتصر يزيرك ولا ما يزيرك كله، جيب حامد الدرويش ذاك، جيب بتاع الجلاكسي ده ايه حيران والممسحين ديل كلهم جيبهم جوا هنا ده. خليك يا هي نصار مالك يا خلوه يا اخوانا اي زول دار يجينا هنا احنا حباب وعشرة ما عندنا اي مشكلة مع اي زول. فهمت كلامي؟ ذاك الدجال الكبير المدعو محمد المنتصر أكبر دجال في البلد دي شغال بفرفر في الإعلام. نحن نقول لنا اتحداك الآن تجي تواجه في مناظرة علنية قدام الناس. زرينا لك هناك في العباسية تقلي في البلد دي هناك، ديك بلد بتاع الجبال وأحراش شغل دار الرجال هناك يا زول. تقدر أنت هناك؟ والله شفت شغل يا تثبت يا تجير تفير زي العوين. هناك دق الجرس واجهنا بالمناظرة هنا مجتبى هذا الواقف ده مجتبى ده خشلوا جوا لحامد ولام الصوفية في الجامعة الكبير قال له يا حامد نحن دارين معك مناظرة الآن. بقى بيرجف كده زي المرة بيرجف. أنا مناظرة في شنو؟ قال له مناظرة في الشركة اللي بتقوله ده. نحن من وقتها قاعدين يا صوفي لأنه أنت ما عندك دليل لا من كتاب لا من السنة. ربنا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما عندهم حجة. فهمت كلامي؟ عشان كده نحن بنحذرك من أي محمد حسان محمد حسين يعقوب عريفي ما عريفي كلهم ديل دعاة بتاع سوء ودعاة بتاع ضلال. دار تتعلم العلم الشرعي أتعلم عند العلماء المعروفين علماء عن السنة والجماعة. ناس بيعلموك التوحيد، ناس بيعلموك السنة، ناس بيحذروك من الصوفية الدعوة الباطلة الفكر الخبيث السرطان اللي مرض البلد دي. هسه واحد من الشباب جايب لي من اخواننا هنا في الحلقة جاب لي حجاب كاتبه واحد صوفي قال الحجاب ده الحجاب قال كاتبينه من مرض السرطان والسرطان الصوفية دي ذاته وما في سرطان دي علي لي سرطان. فهمت كلامي؟ السرطان ده انت ما بتعالجه فهمت بالدجل بتاعك ده. حجاب قال كتبوا لي واحد من السرطان قام واحد رسله للثاني وشو في سرطان بيعالجوه بحجاب؟ يعني معنى الكلام ده تلقى واحد صوفي بيبيع برا يقعد يقول لك ده من مرض تلقى حجاب واحد بس يقول لك ده بعالج الحمى
والأزمة والسرطان، وبعالج وجع الكرعين ووجع النوايض وكله قال بعالجه. يا ناس يعني الطب ده يخلوه ولا شنو؟ هذه كل الطب يا هذه بتاع جامعة الخرطوم يعني يقفلوها يا صوفية؟ نقفل كلية الطب ونقفل كلية الصيدلة وعلوم الكيمياء كلها يقفلوها دي جد، ونقعد نحن نحرس الفقراء فكيه بيجاي ودجال بغادي والداعية يعالجونا ولا كيف يعني؟ كيف يعني؟ يجيك دجال في التلفزيون ده بتاع عمدرمان ده بتاع بيت المال جا قال أنا وقفت مع الهلال وقبلت على المريخ. يا سول ألبس لك فنيلة خش جوا شوف بتنفع. شنو وقفت معاه؟ أنت وقفت وين؟ وقفت حارس مرمى؟ وقفت وين أنت؟ شنو وقفت معاه؟ وطاروا الاثنين وإن شاء الله يطيروا جت. إحنا مالنا مالهم يا أخي، يعني إحنا مالنا مالك يا أخي. يا ناس الكورة دي الرأي الشرعي فيها واضح، ودي ما قضيتنا. قضيتنا يا أخي ما تدخل الدين في حاجات زي دي. أنا وقفت معاه والهلال سينتصر، وقال جابوا لهم هناي تور قال باللون بتاع مازيمبي. تور قال جيبوا تور بشكل الشعار بتاع مازيمبو، وقالك اطبحوا التور ده. فهمت يا ناس؟ ده دين هسه يا اخي. كده خليك من ده، خلي دين كدين ايوه العرف باطل دي معروفه. كذا شغل بتاع كوره ده كوره في الوطن دي يا زول؟ في تور بيطبحوا بيغلب ليكم؟ طيب ميسي ده طبحوا لشنو؟ ها يا ناس؟ وي ده المسلمين ولا ده عندهم علاقه مع دين؟ يا ناس وي انت ما تقول لي انا جاي دار غلب وبعمل فقيه ومحايا. لا فقيه بغلب ليك، لا محايا لا غيره. انت داير في الكوره الباطله دي دار تلعب كوره زي الناس دق الكوره في الوطن دي. العب كوره عديل، لكن ما تقول لي انا عندي دجال. فهمت؟ ها وانا عندي شيخ واولياء صالحين والى اخره. كل ده ما بينفعك بحاجه. عشان كده احنا نتحدى التصوف من اول صوفي لاخر صوفي يجي يناظرنا بالكتاب والسنه. كلهم ما بيقدروا، كلهم ما بيقدروا. اي صوفي احنا نتحداه تجي تناقش تجادل بالحجه من الكتاب والسنه ما بتقدر. حلقتنا شغاله كل يوم سبت وكل يوم اربعاء ان شاء الله.